بس عايزة أبدأ معاك من الأول، يعني منين أو من إمتى بدأت فكرة المجسمات؟ طب خليني ابدا انا معاكي من الاول. قولي لي وانتوا صغيرين كده، انا مواليد تمانينات تمام. انتوا اوكي كنت هوايات تسعينات. احنا التسعينات. اوكي انا عجوز شويه بس. اقول لك انا هوايتي ان انا كنت اكسر اللعب قوي بجد. انا ليه ما قابلتكيش واحنا صغيرين؟ كنت استفدت جدا. كان هو يلم وراك. استفدت جدا. كنت ببقى عايزه اكتشف يعني جوه اللعب ايه. بتحب تعمل ايه؟ العربيات، المسدسات، الحاجات اللي هي طبعا بتاعت الولاد الطبيعية يعني. بالظبط. بنكسر ونعمل زي ما نوران كده قالت يعني. ياما بوظنا لعب. وعندك؟ انا بلعب بلي. ده كان زمان. امال ايه بتقوليها وانت؟ ده جميل. ده البلي هو في احلى من البلي؟ في احلى من البلي. هو انا وانا صغير كان الكوميونتي اللي حواليا كلها يا بيحبوا يلعبوا كوره تمام، يا بيحبوا يلعبوا اتاري، لان ده كان موجود كوره برضو تمام. فانا للاسف ماليش في الكوره قوي. فكنت بحب جدا اتفرج على المسلسلات بتاعت الانيميشن والساينس فيكشن والحاجات اللي زي دي. هوايتي كانت مختلفه شويه. ما كانش في ناس كتير بيعملوه زي حواليا. يمكن عندي واحد او اثنين او ثلاثه من اصحابي هم دول، كنا احنا قاعدين دايما مع بعض كده نزور بعض ولينا نفس الاهتمامات. مع الوقت بدات افكر، طب انا كنت بحب اشتري لعب وانا صغير للشخصيات اللي بحبها يعني. اللي كان موجود طبعا ايامها هي الحاجات الستاندرد العاديه جدا، ما كانش الموضوع منتشر قوي. فبدات افكر طب ليه ما ابداش اعمل انا بقى الشخصيات اللي بحبها يعني. وطبعا بدات بحاجات بسيطه جدا، ورق وشريط لحام، الوان، شويه حاجات تعملها على ابلكاش، الخامات اللي كانت متوفره لطفل 9 سنين يعني. ومن هنا بدات الدنيا تتطور شويه شويه، بدات ادخل في حته الروبوت. طب ما انا ممكن اعمل روبوت يكون بيتحرك بريموت بتاع عربيه متكسره برضو. ده وانت عندك كام سنه؟ ده انا بداته من وانا في ابتدائي، خلص اخر فيرجن يعني كانت وانا في الجامعه. كنت عامله مشروع التخرج كمان. كنت عامله مشروع التخرج، لان يعني نصحت اني ما اعملوش مشروع التخرج عشان مش هلاقي جروب يدخل معايا. عملت لوحدي. انت ميكاترونكس ولا ايه؟ لا انا ميكانيكال برودكشن، ميكانيكا. طيب هي